تفضل سعد. تفضل سعد. تفضل سعد. انت تبداي. ابداي. واحد مشى يخطب لولده. قالوا له يا حاج. ولده كبيرة. اي يخطب لولده. اي. هي. عليها تقص عليه في كل شيء. تفضل. اي واحد مشى يخطب لولده. قالوا له يا حاج. حاج هو. ومش ولده يا حاج. البو الولد باهي عيطوله حاج ولا حاج هو بالحق هذه الفقرة الوحيدة اللي يعمل فيها في نسبة مشاهدة كبيرة خليه على الأقل يبدل حياته هذه أحسن فقرة في الحصة تفضل واحد مشى يخطب الولد وقالوا له يا حاج ولدك يتكيف ولا ليه قال لهم لا خطيه الفساد ما يتكيف كان كي يشرب حول ولا قوة هاي تونسية سألت لبنانية قلت لها كيفاش تخلي هكا رجلك يجيب لك قضية الدار جاوبتها اللبنانية بكل بساطة قالت لها خش نقولوا حكة جبن كيلون قلبك حكة طماطم كيلون خدك كيلو سكر يا سكر معهم شوية عسل يا عسل رجعتك التونسية من لبنان تجري للدار وقالت الرجل جيب لنا كيلو بصل كيف ريحتك شكارة سميد أرزن منك حكاكة معهون كي شعرك كيلو طماطم لون عينيك وما تنساش ربنا معدنوس كي شلغمك هذا هو الحب قالك واحد حشم باش يقول الدار مع الرسولي مشي خذا روبة وحطها فوق الفرش وقال لهم نرجع الجمعة الجاية نلقاهم معبين حلو حلو قال لهم نرجع الجمعة الجاية نلقاهم معبين ما عليها يجيبوا لهم امرأة لبسوا الروبة فسر سعد تطلب ذكاء تبارك الله سعد يلا صفيان سعد اليوم راهو سبت ويكاند والواحد العصاب وشي يا سيدي المراه جات الراجله قالت ولدك هبني ها ولدك هبني الراجل يا راجل الفلوس اللي مخبيهم يسرقهم قال بربي وين تخبي في فلوسك وين تخبي فيه من قالت له في كتاب القراءه نتاعو على اساس كتاب القراءه برافو صفيان وحده قصيره برشا مشيت باش تشهد في المحكمه قالها القاضي عايش بنت شنو اسمك قالت له اسمي نخلة قالها بدينا من الكذب من الأول برافو معلم عينوه في جبل خلينا مش جبل معلم عينوه يخدم في حومة اللطف وبرح كلم شلط أخوه عاد من أول نهار فهمت ولا سأل تلميذ في القسم وقال له هات جملة فيها عبارة الصباح رد عليه ما ناقصني كان انت يا صباح واحد مشى يخطب قالوا بوها صحيت قالوا بوها قديش تخلص قالوا يا عمي نخلص 700,000 تحك بوها قالوا تينا بنتي وحدها تصرف 100,000 في الشهر جاوبوا الطفل قالوا مسيلش نعرس بها جمعة ونرجع هيلك هاي امرأة قالت الرجلة تخي عندك ساعتين وانت تقرأ في الصداق ما تقولش فيك شفما عش تلوج قال اللوج على تاريخ الانتهاء واحدة طلع لها عفريت وقالها عندك 3 أمنيات نحققهم لك أما راجلك ياخذ 10 أضعافها قالت له بيهي يا عم العفريت نحب نكون أزين واحدة قالها أوكي وراجلك بش يكون أزين منك 10 مرات قالت له بيهي نحب نكون أغنى واحدة قالها أوكي وراجلك بش يكون أغنى منك 10 مرات قالت له بيهي عم العفريت ممكن تجيب لي جلطة خفيفة هكاكا توفى العفريت لك برافو واحد صفر اللي سعدي واحد سيدي حاشا الشر فهمتني ولا طلع في الكار واحد حاشا الشر واحد حاشا الشر طلع في الكار مشى اللي يقص في التساكر وقال له انت الخلاص قال له ايه انا بس امكم شوت لي شعر برافو سفيان والله اوريجينال اول مره اسمع هذا تفضل سعد واحد مزطول شيف هنديه برافو سفيان واحد مزطول شاف هندية وفي جبينها نكتة حمراء ما من الهنود دي يعملوا نكتة حمراء فهمتني شدوا كليز بتاع ضحك قالت له علاش تضحك خويا قال أختي وجهك قاعد يسجل راهو برافو اي برافو تحية للشعب الهندي قالك بلجيقية 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 شكات برجلها من كثرة من جبلها كدوة جابلها 140 هدية في شهر برك القاضي حكم عليها تزوج واحد تونسي مش تتربى قالك واحد شاف بنية لابسة قصير برشا قال يا اخي سامحني ما تموتش بالبرد كي تلبس تقصير قالت نموت بالبرد وما نموتش بايرة
رد بالك رد بالك رد بالك تلعب خبز صغارك. شنو هذا؟ رد بالك شنو الاعتداء السافر على المرأة؟ شنو هذا؟ مرأة تونسية راي هز ولده باش يقيدوا في البريفي في ساعة نكتة أخرى في كل في كل بريفي. نعتذروا عن النكتة السابقة بالحق نعتذروا جدا. تفضل سعد. هز اعتذرت سيبه سبيت تزير سبيت روسيا باش تعتذر بوتين جماعة. نعتذروا لكل مرأة تسمع فينا. تفضل. هز ولده واحد هز ولده باش يقيدوا في كل بريفي قالوا له القراية بمليون والكهرباء 100,000 قال لهم قيدوه في الكاريزي يمشي ويجي القراية لا شيء. أي تلميذ ديما يقوم مخر حبة المعلمة ما لا تعطيه درس قتلوا عصفور قام قبل الحمامة القادودة كلها قالت له شنو استنجت يا حما قال استنجت اللي الدودة قامت بكري كلات على رأسها. برافو. واحد انجليزي وفرنساوي وصيني مشاو لجبل يجربوا في الصدى نتاع صوتهم. الانجليزي قال هلو جاوبوا صدى قالوا هلو الفرنساوي قال بونجور جاوبوا صدى قالوا بونجور الصيني صدى الصيني قال هونغ كونغ فونغ كونغ كونغ قالوا صدى للأسف سعد انتصر مالجريتو معناتها لا خلي انتصر حاجة غريبة جدا. به الأخبار باش تجينا بعد شوية مع سحر وطلبونا على 58 400 100 باش تشاركوا في الكاش بعد شوية بعد الأخبار. نبدأ في الساعة الثانية نور شيبة كيوالا فريكونس